إعادة الفتح صدر بالأمس، أنا أكيد الحركة التجارية بدأت تكون في إلى ترتيبات أخرى بالنسبة للمستثمرين، بالنسبة للاقتصاديين ممكن تأخذ وقت يومين ثلاثة حتى يرتبوا أمورهم ويحركوا وضعهم. بعد عن بلدي، هي بلدي وروحي عصبي شليان الحياة تبعي، يعني شلون أهلي وناسي كلها أنا بالشام. بعدها أنا كنت أنزل مطار ملكة علي لمطار دمشق، شلون كنت باستمرار، بس هذا يأخذ مني وقت طويل، يعني يأخذ له 10 ساعات حتى أصل. أنا هلأ خلال 50-60 دقيقة بكون بقلب بيتي، يعني